أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون محادثات مع وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو الذي يزور الجزائر لبحث عدد من الملفات وعلى رأسها الملف الليبي. وقال بيان للرئاسة الجزائرية أن تشاويش أوغلو أجرى قبل لقاء تبون محادثات مع ناظره الجزائري صبري بوقدوم تناولت الملفات الإقليمية إضافة إلى المسائل الاقتصادية وتعزيز فرص الاستثمار. وأكد تشاويش أوغلو في تغريدة على تويتر أن بلاده مصممة على تطوير علاقاتها مع الجزائر من خلال رفع قيمة الاستثمارات. أعرب وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة عن قلق بلاده العميق إزاء التصعيد العسكري في ليبيا، مؤكدا رفضه أي تدخل أجنبي أو عسكري مهما كانت أسسه ودوافعه وفاعلوه. وأضاف بوريطة أن التدخلات الأجنبية لم تزد الوضع إلا تعقيدا فضلا عن إقصاء أفاق الحل السياسي وتكريس الخلافات الداخلية وتهديد السلم والأمن بالمنطقة المغاربية برمتها. المملكة المغربية دائما كانت تقول بأن الحل في ليبيا ما يمكنش يكون حل عسكري، وبأن الخيار العسكري ما يمكن له إلا يأثر على استقرار ليبيا، يصعب أي حل سياسي في هذا البلد، وغيكون عنده آثار إنسانية وخيمة، ويمكن يكون يهدد الاستقرار في شمال إفريقيا بشكل عام. المغرب كذلك موقفه ثابت فيما يتعلق بأن الحل في ليبيا خصو يكون عند الليبيين، بأن التدخل الخارجي في ليبيا مازال إلا من تعقيد الأمور، سواء كان هذا التدخل سياسي أو كان تدخل عسكري. هذا التدخل عقد الوضع أكثر. المغرب ضد التدخل الخارجي في الشؤون الليبية. وللحديث عن هذا الزخم الدبلوماسي المتصاعد حول الأزمة الليبية معنا من القاهرة هاني خلاف مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق للشؤون العربية. أهلا بك سيدي. في البداية، هو أمر قد يجد له الكثيرون العديد من التفسيرات حول هذا النشاط الدبلوماسي المكثف لدول الجوار وحتى الدول الأخرى المعنية بالملف الليبي. هل تفسرون هذا وترونه مؤشرا على رفض التدخل التركي، أم هو رسالة أيضا لأطراف أخرى تريد التدخل في الشأن الليبي؟ أعتقد أنه رسالة زي ما قلت حضرتك على رفض التدخل التركي في الوقت الحالي، ولكنهم في نفس الوقت يسعون هذه الاتصالات الدبلوماسية الواسعة التي بدأها الروس في مجلس الأمن وأخرجوا ما معناه الرفض الكامل لفكرة التدخل العسكري الأجنبي ووقف التصعيد، دعوة كافة الأطراف إلى وقف التصعيد. في نفس الوقت مجلس وزراء الخارجية أو اجتماع وزراء الخارجية الخاص بمصر واليونان وقبرص وفرنسا وإيطاليا عملوا لقاء مهم جدا في القاهرة، وكان التركيز فيه على الجزء الخاص بالتنسيق بشأن ترسيم الحدود البحرية الخاص بالترتيبات الأخيرة اللي عقدت بين أنقرة وطرابلس وتأثيرها على مصالح هذه الدول المختلفة. معروف أيضا أن فرنسا وإيطاليا لديها فيما بينهما بعض التباينات في المصالح والتنافس، والشركات كل من إيطاليا وفرنسا بتسعى كل منها إلى الحصول على الجزء الأكبر من الحصيلة في موضوع التنقيب والاستكشاف. ولكن الأهم النهاردة هو الموقف الأمريكي اللي بدأ خجول جدا وبدأ بعيدا عن أي آليات أو إجراءات عملية. هو بيدعو جميع الأطراف لوقف التصعيد، وبيدعو أيضا إلى منع التدخل الأجنبي بصفة عامة، ولكنه لم يحدد بوضوح أن الخوف الأكبر دلوقتي لدى الأمريكان من التدخل التركي إذا كان كبيرا. إذا كان تدخل في حدود ما يسمحون به
من بعض المقاتلين الحاملين للشعارات الأيديولوجية من سوريا أو من جزء من تركيا أو منقولين من دول أخرى، ولكن ممكن يكون مفهوم، ولكن دكتور هاني الحديث عن وجود جيش نظامي تركي نعم، لكن في المقابل الحديث ربما عن تدخل تركي أيضا يمكن فهم الموقف الأمريكي على أنه أيضا تخوف من الانتشار الروسي الداعم لحفتر في ليبيا. هناك بعض التقارير تتحدث عن مجموعات فاغنر. أيوة نعم، وقد يكون هذا وارد فعلا من الغرض الأمريكي من التصريحات هو رفض التدخل الروسي ورفض أي مساعدة خارجية ذات طابع عسكري لأحد الأطراف المتحاربين في الأرض الليبية. ولكن إذا ما كانش في إجراءات عملية تسند هذا الموقف وتطالب تحدد مواعيد وتحدد إجراءات خاصة بنزع سلاح الميليشيات الموجودة في مصراتة أو طرابلس وفقا لاتفاق الصخيرات، اتفاق الصخيرات بنفسه حدد أن دي أحد أولويات الاهتمام الواجب مراعاتها هو نزع سلاح الميليشيات وتوحيد المؤسسة العسكرية الوطنية الليبية. الإجراءات دي ما بدأتش حتى الآن. مصر تدعو دائما إلى البحث عن جوهر التسوية السياسية المطلوب بدلا من مطالبة الأطراف بوقف التصعيد ووقف العنف. يستحسن أن يكون لدى الأمريكان لقاء قريب مع الروس يحددوا به إجراءات نزع ميليشيات، نزع أسلحة الميليشيات الموجودة في مصراتة وطرابلس. نعم. اثنين، مراجعة ما يستحق المراجعة من اتفاق الصخيرات. صحيح بعض الأطراف تقول خلينا ملتزمين به كما هو، ولكن ثبت في العمل خلال الفترات الماضية أن هناك تباينا في فهم بعض الأطراف الليبية لمعنى الإدارة المدنية للقوات المسلحة. يعني إذا كانت رئيس مجلس الوزراء في ليبيا وهو السيد فايز السراج يتمتع وفق اتفاق الصخيرات بصلاحيات أنه الرئيس الأعلى للقوات المسلحة الليبية، فينبغي توضيح الأدوار ما بينه وما بين المشير حفتر. وهذا ما حاولنا نحن في القاهرة عمله في أكثر من لقاء تم بين الفايز السراج ومشير حفتر في القاهرة، وبعضها تم في الإمارات العربية في أبوظبي، ولكن يبدو أن تطورات الأمور والتوهم بأن دكتور هاني حكومة الوفاق الوطني تستطيع نعم أن تأخذ أشياء لا تستطيع أن تأخذها نعم. دكتور هاني، بعيدا ربما عن مسألة الحسمة العسكرية، الجميع يؤكد أنها بعيدة في ليبيا في ظل الظروف، ولكن دعنا نتحدث دائما عن هذا الحراك الدبلوماسي في مقابل ربما عدم اتفاق لدول الجوار، رغم أنها المتضرر الأول من أي شيء قد يحدث في ليبيا. كيف تقيمون مواقف دول الجوار الليبي؟ أنا لا أظن أن التباينات كبيرة، هناك يمكن درجات أو في الصوت العالي أو في التوضيح، ولكن الاتجاه واحد. نحن نسعى من جانبنا المصري مع الجزائريين ومع التوانسة لوقف هذا التصعيد، وبنحاول بقدر الإمكان موازنة الأمور بإيجاد بدائل سياسية تطرح على الطاولة سواء كان علانية أو بطريق غير علني. لابد أن يكون هناك من يبتدئ في طرح بديل سياسي أو تسوية ما تطرح على الطرفين الليبيين. هل ما زالت هذه الفرصة ممكنة؟ ولابد أن ما زال ممكنة، وإن شاء الله أنا لا أراهن أبدا على صراع عسكري مفتوح في الأرض الليبية تشترك فيها عناصر من دول الجوار أو عناصر من أطراف أخرى، حتى زي ما قلت لحضرتك في الأول عناصر المقاتلين 300 اللي أرسلتهم تركيا إلى مدينة مصراتة أو بعض الخبراء الأتراك أو طائرات مسيرة بتدعمهم بيها سقطت إحداها النهاردة بمعرفة الجيش الوطني الليبي في عملياته في سرت. واضح أنه الحسم العسكري لن يكون مسعفا لأي طرف، بل بالعكس إذا تقدم الجيش الليبي تقدما سريعا
قد يخطئ في بعض الأخطاء الخاصة بضرب بعض الأهداف المدنية، وده هو حريص جدا، وكل دول الجوار حريصة على ألا تصل الأعمال العسكرية إلى المساس بالأوضاع الأمنية الخاصة بالمدنيين الليبيين والمؤسسات الاقتصادية والمؤسسات النفطية والمصالح البحرية الحيوية. شكرا جزيلا لك دكتور هاني خلاف، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون العربية، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا.